لا 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 لا. أوه صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا أنا هو منصور. إيه صغير لساته نايم والساعة صارت 9. نم 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 ولك نم قوم قوم من النوم يلا. ايه شو هذا بابا؟ اوه اصبحنا واصبح الملك لله، هيني انا الان استيقظت اليوم، بدي اسوي مغامرات كتيرة. انا هو منصور الصغير واليوم بدي اروح عند صديقي عبدو عيدو. لا لا اليوم ما رح تروح لعند اصدقائك، هيني انا اشتريت البلوكات هادي وفي بجوارنا كواكب جديدة، بدي اياك تجي معي وبدنا نوصل طريق على هذه الكواكب. ايش بدنا نروح على الكواكب؟ يا الله ما بدي ازور اي حدا، بدي اروح عند صديقي هذا السمين الاصفر، وبدي اروح عند صديقي الثاني وبدي العب معاهم وبدي اسوي مغامرات، يعني ما بحب اروح معك. ولك خلص يوم ثاني بتلعب معاهم، كل يوم ما انت بتلعب مع هذه الفتاه، مع عبيد ومع سالم وهذا شو اسمه نانو الالي تاعك. خلص يلا الان تعال خلينا ننزل للاسفل، بدي اياك تتكلم مع سيدك الزومبي. ايه سيد الزومبي والله مرعب كتير. مرحبا يا سيد الزومبي، اهلا. شو بتعمل انت بهذا المكان؟ اسمع علي ما الك دخل انا شو بعمل بهذا المكان، انت ما بتسمع كلام ابوك واللي ما بسمع كلام ابوه راح احطه بداخل النار. ايش خلص خلص راح اسمع كلام البابا. خلص يا بابا امرك فوق راسي، يعني انا بدي ارد على كلامك لاني ما بدي اروح على النار وما بدي هذا الزومبي يغضب وياكلني. شايف هذه اللافا بروح يحطك الزومبي فيها اذا ما بتسمع الكلام. يلا تعال الان اتبعني وخلينا انت بدي اياك تختار لون الكوكب اللي بدنا نروح عليه. خلص ماشي انا موافق. يلا خلينا نضل نطالع زي هيك. وي ايه شو هذا؟ ايش هاي الصورة يا بابا مكتوب عليها؟ إذا أنت بتحب أمك لا تنسى تحط لايك واشتراك وتفعل جرس التنبيهات، أما إذا أنت بتحب حبيبتك أكثر من أمك ما تحط ولا إشي، طبعاً الكل بحب الأم. نعم أنا بحب أمي وراح أحط لايك واشتراك وأفعل جرس التنبيهات. يلا الآن على أي كوكب بدك نروح؟ الأزرق ولا الأصفر ولا الرمادي؟ أوه واو شو هذا اللون؟ هذا اسمه اللون الرمادي؟ والله ما عمري شفته ولا تعلمت عليه، ممكن نروح عليه يا بابا؟ طيب ماشي يلا، هلا انت بدي اعطيك نصف هاي البلوكات وبلش وصل. ايش انا ابلش اوصل؟ بس انا ما بعرف اوصل، اول مرة بحياتي بستخدم هيك بلوكات. لا تخاف شوي شوي وصل وما راح تندب، يعني ايه لوين رايح للأزرق؟ ما بعرف والله ما بعرف يعني اوصل، لا بدي اروح على السكني، بس يعني صعب كتير. طب خلص هلا انا بعرف اوصل، اوصل بسرعة. ويي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 ي
اصلا احسن، اتخلصت منه وانا بدي اروح على الكوكب الرمادي. يلا وصل وصل وصل. ايوه هين وصلت على هذا الكوكب، هي الفتحة موجودة بهذا المكان، وخليني بدي اضلني داخل. هي مرحبا، السلام عليكم. ايه شو هذا اللي انا بشوفه قدامي؟ مين بيحكي السلام عليكم؟ احنا بنحكي الشر عليكم. نعم لا تقول السلام عليكم بهذا المكان، لانه احنا هم عائلة الجد جراني. ايه الجد جراني؟ والله اشي غريب كتير كتير. انا هو منصور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انزل انزل ولا اي حركة، لا تتحرك ولا تحاول تهرب، انت راح تبقى عنا بهذا المكان كرهينة، احنا بنحب اكل المناصير، انزل لتحت. ايه هدول بياكلوا البشر، يا الله اطلعوا اسنانها قديش مرعبة، هاي هون صورتها كيف عيونها غريبة، ولكن انت عيونك كلياتها عبارة عن دم. ايوه دم دم دم، والساعة كم؟ طلع كيف اسناني عليهم دم، لانه انا قبل ما تيجي كنت جالس باكل بيد طفل صغير. اسمع علي يا ولد، او انت مش ولد انت عجوز، بس بالنسبة لي ولد لان انا عمري 150 سنة، في تحدي هوني سويه وراح اسامحك واطلعك من هون. نعم يلا خليه يجفف هذه البحيرة، والا راح صير عبارة عن هيكل عظمي. طيب ماشي يلا، كيف بدي اجففها؟ هي بداخل الصندوق هون بلوكات الاسفنج. هي تعال ساعديني يا جد جراني، ويا جد جراني انت كمان. اسكت ولا كلمة، انا ما بدي اساعدك، يلا انا بدي اطلع عليك، جفف جفف يا غبي. حاضر حاضر يا سيدتي، بس بترجيك لا تقتليني، والله انا وقعت مع عائلة اشرار يعني. يلا بدي اضلني احط من هذا الاسفنج، طلعه هيو عم بمتص المية. يا سلام خلص هيني خلصت.
طيب يلا هلا خلينا نطلع لفوق. هات هات البلوكات هات. استني هيدا اعمل لك درجه يا سيدتي. ابتعدي ابتعدي. ايوه بحط لك بلوك هون وبلوك هون. يلا ضلك طالعه. حلو كتير. يلا هلا خلينا اطلع زي هيك. بدي احكي لك اشي مهم. انت جففت البحيره، نظفت لنا الكوكب، ولا انت بدك تموت؟ خدعتك مقلب. هاهاهاي نعم. بتفكر اللي بدخل من هذا المكان رح يطلع منه؟ لا ما في حدا بيطلع من هذا المكان، والان رح تاخذ عقابك. ايوه كسر لك راسك. هو الموت. يلا تعالوا بدي اذبحك بالسكين. تعالي خدي هاي الضربه، بدي اكسر لك راسك. اخ يلا موت وخد لك هاي يا كلب. عمل رائع يا زوجتي، ويلا الآن خلينا نضلنا طالعين على هذه المدينة ونسوي المزيد والمزيد من الأعمال الشريرة. أيوة رائع كتير والله. كيف إحنا عملنا في مقلب قتلناه وهي جثة تبعته بالأسفل. اسمع علي هلأ، يمكن بتوقع يكون لسه في كمان ناس وكمان بشر، لأنه بصراحة لسه جيعانين إحنا. والله هي وجاي هو من هذا الكوكب اللي لونه أخضر موصل الطريق. طيب تعال تعال خلينا نروح ونقتل باقي يعني الفريق تبعه. شو رايك اعطيك اسلحه ونقتلهم بسرعه؟ انا جبت كل الاسلحه معي لا تخاف. ايه هي هون في حصان، خليني بدي احرقه. بوم يلا ولع. والله حلو كتير كتير، عن جد والله قوي هذا السلاح. يلا تعال هلا، هم بتوقع عائلة منصور هوني، بدنا نحرقهم وبدنا ناكلهم. خليني بدي اضلني نازل. هي مرحبا. ايه يا الله مين انتو وشو بتعملوا بهذا المكان؟ منظركم مرعب والله. نعم احنا ام عائلة جراني، صراحة احنا قتلنا ابوك وجايين نكمل على العائلة. وين هذا الاصفر اللي بيشبه الموزة وينه؟ خد لك هاي الضربة يلا. خلاص هيني قتلته، اشوف اذا في حدا بالاسفل. ما في الا زومبي ومنظر الشرير. خلاص يلا الاشرار ما بنقتلهم يعني. ايوه احنا فقط نقتل الطيبين. طب اسمع علي، بما ان وصلنا لهذا المكان شو رايك نكمل على احدى هالكواكب؟ يا ازرق يا اصفر. نروح على الازرق هذا ولا الاصفر؟ والله شعبالي نروح على الازرق لانه هي مبين عليه حراس يعني. ايش لا 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 استنى استنى واحكي لك. خلص طيب ماشي انا موافقة، بدي اروح على هذا الكوكب الازرق. طلع كم حارس فيه هون، شو رايك نهجم عليهم نقتلهم؟ نعم يلا بوم، بدي احرق كل اياتكم موتوا يا حراس. يلا خذوا هذا يا سلام، رائع كثير كثير. يلا هيني قتلتهم كل اياتهم، ما ضل فيه ولا اي حارس على قيد الحياة. والله جميل جدا. طيب يلا بما ان وصلنا لهذا المكان هلا احنا بدنا ننزل للاسفل. مين تتوقع يكون هوني؟ والله ماني عارف. هي مرحبا السلام الشر عليكم. ايه بسم الله الرحمن الرحيم، شو الشر عليكم؟ الواحد بيحكي هاي هاوريو شو الشر عليكم او بيحكي السلام عليكم؟ مين انت؟ ليش هيك شكلك غريب؟ عيونك مش كويسات؟ ومين هاي العجوز الكبيرة؟ بتحتاج مصاري ايش شحادين انتو؟ ولك انت الشحاد، احترم نفسك، هذه زوجتي وحبيبة قلبي، وانا هو الجد غراني. شو هذا طفلك الصغير؟ احكي كوتشي كوتشي كو. ايه اتركوا اتركوا، والله هذا بضربك يعني هلا. هي مين انت؟ شو بتعمل هون؟ ليش هيك شكلك؟ والله بتشبه الشحادين، اعطيك شلين؟ اعطيك بريز دولار؟ احكي احكي، كوتشي كوتشي كو، انا هو الطفل الصغير. كوتشي كوتشي كو، انا هو الطفل الكبير. ايه طفل كبير، اسمع علي، انت لاعب كرة قدم، يا سلام، خلص اليوم راح يكون اخر يوم في حياتك لانك انت واحد إيه؟ طيب صح؟ طيب شو اللي بتحكوه؟ انا طبعا هو كريستيانو رونالدو، رونالدو كريستيانو، وبحب العب كرة القدم. والله شايفكم انتو يعني هيك ناس غريبين. طب اسمعوا انتو بتحكوا عربي، انا كمان بحكي عربي، انا بلعب بمنتخب السعودي في النصر. بنادي النصر السعودي. طيب اليوم بدك تموت، خد لك هاي الضربة يا صغير يلا. طب خلاص خلاص قتلت الولد الصغير، ممكن تتركني انا يعني؟ اوه والله لا ارجع عيش لانه معي مصاري كتير ما بموت انا.
ايه معقول كلامه يكون صح؟ يعني معهم مصاري كتير ما بموتوا يا جد جراني؟ لا لا كذب كذب. ايه مين هذا؟ تعال لون تعال. طبعا انا هو العم حسين، وانا موجود بهذا المكان علشان كريستيانو رونالدو. رونالدو كريستيانو اتأجرني بالمصاري، انا بسوي مهمات ليش جاي لهذا المكان؟ اسكت احنا جينا وبدنا نقتل خدلك هاي. اوي الله يسامحك. تعال 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 نشوف اذا هو رجع عاش ولا لا. ما اتوقع والله. ايه اين انا رجعت وعشت انا وطفل الصغير لانه معي مصاري كتير، ضل اشتري حياة ورا حياة ورا حياة ورا حياة. ولك انت بدك تغضبني؟ خد لك يا يلا امشي امشي. تعال يا جد جراني، لازم انه نسكر عليهم بالبلوكات، يعني لازم نسكر هذه البوابة. والله سكر سكر. ايه حتى جيشهم رجع والله، لانهم كلياتهم معهم مصاري كتير. خلص بعد هيك خلينا نسكر عليهم علشان ما يقدروا يطلعوا من هذا المكان. بوم لا. هاي فتحة الكوكب صارت مغلقة، خلينا احاول اقتل هذا الحارس. يلا هاي. انا هو الحارس تعلون، اسمع علي، تغضبتني كتير كتير لانك انت اغضبتني. انا هلا بدي انقلك لمهمة. مهمة ايش؟ مهمة الباركور. واحد اثنين احكي انت. تلات تلات. ايه يا الله شو هذا؟ نقلني. ايه انت كمان موجودة بهذا المكان؟ ايه كيف هيك؟ انا كنت طير على كوكبنا والله، كيف انتقلنا لهذا المكان؟ يلا طير طير لسه معانا الاجنحة. نعم يلا بدنا نسوي تحدي الباركور. ايه اختفى جناح الطيران اللي معاي. يا الله والله عرفوا يعني. استنى استنى، لازم تجد 5 اختلافات باقل من 27 ثانية. يلا بلش اجت الاختلافات. طيب 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 خد لك هالاختلاف. اطلع كيف هوني، هذه الشجرة فيها فتحة ولكن بالصورة الثانية ما فيها فتحة. ايوة والله هاي الفتحة يعني بيت. طيب شوف هاي الدودة، هناك تهرب على اتجاه تاني، هون على اتجاه تاني. اه والله هون بتطلع على راس العصفور ولكن هون بتطلع على الجهة الاخرى. طيب 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 خد لك هالاختلاف، اطلع كيف هوني، هذا الجناح لونه ازرق ولكن هون لونه احمر. طيب خد لك الاختلاف، شوف الشجرة هون ما فيه، اما هون فيه شجرة. اه والله هون في عليها اوراق زيادة. خلص يلا خلصوا الاختلافات والان لازم نبلش نسوي بهذا الباركور. يلا يقفز يقفز. وي ايه هي هي هي. اي والله احنا كبار بالعمر وركبنا بتوجعنا ما نقدر نقفز كتير. اه والله احنا يعني عجائز وصحتنا ضعيفة على الاخر. اي ندبت. يلا هلا بدي اكمل. اخ ندبت كمان مرة. يلا بدي اسبقك، يعني انا عجوز واقوى منك. يا سلام تقفز هلا على هذا الصوف، تعالي اتبعيني. يلا 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 هينا قربت، خلينا اجي لعندك زي هيك. معقول نسويها ولا راح نندب ونموت؟ لا راح نسويها. يلا هلا اضغط على هذا الزر. ايش اضغط على الزر؟ طب ماشي ضغط على الزر، خلينا اشوف ايش اللي راح يصير. ايه مت انا. ايه اوف يا الله شو هذه الحياة اللي انا عايشها؟ لمتى بدي اضلني موجود بداخل هذا السجن؟ طبعا انا هو الجار الطيب وبابا بيكون الجار الشرير، وضعني بداخل هذا السجن. والله ما انا عارف شو بدي اعمل. هي يا بابا يا ماما ساعدوني، والله ما في حدا بيسمعني. مين هذا اللي بضله يتكلم؟ ايش بدك انت؟ هذا عقاب لك لانه انت ما بدك تصير شرير يعني. خلص يا بابا انا موافق، بدي اصير شرير وما بدي اضلني طيب، بدي اصير شرير مثلك. اوه بدك تصير شرير؟ بدك انت تقرا هذا الكتاب حتى تصير شرير علشان الشر يدخل بداخلك. طيب ماشي خليني بدي اقرا. هما يشوشع بوشع كوشع موشع لوشع كوشع بوشع موشع لوشع فوشع خلاص عوشع. بكفي اتأكدت الآن انه انت صرت شرير، بس بالأول بدك تشرب هذا زي هيك. بوم 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 بوم، هلا اصبحت فيك طاقة الشر. اوه ايه شو هذا؟ يلا افتح الباب افتح، والله حاسس بداخلي طاقة شر كبيرة. تعال تعال يا الحارس خبي الحذاء. يلا خلاص اتركه. ايه شو بدك؟ شو انو حذاء انت بتتكلم عنه؟ يلا قبل قدمي بسرعة، انت الخادم تاعي وانا السيدك الشرير. طب روح من هون واصمت، لا اخلع رقبتك هلا، لا اكسر راسك، انا مش الخادم انا الحارس. هذا الحارس. طيب يا بابا تعال تعال ننزل للاسفل.
يلا تعال تعال خلينا ننزل زي هيك. طبعا احنا هم عائلة الجار الشرير، طلع ما اقوانا يعني. هاي انا موجود هوني، وهذا البيت اللي وراي كان فيه 5 اطفال، جيتهم هيك بالصباح وسكرت عليهم المنزل وعبيت الدنيا بالبنزين وحرقتهم. والله عمل شرير كتير، طلعوا على هذه الصورة كمان، كيف بابا بكسر الدنيا. تعال الان ايش بدنا نسوي؟ هلا احنا بدنا نشوف ايش بدنا نسوي. تحدي البيضان، بدنا نورجيك يعني اذا انت بتقدر تتحمل القوى الشريره ولا لا. في مجموعه بيضات بهذا المكان، بدي اياك يعني تضعهم هون، تسكر الباب على حالك ونشوف هل انت راح تقدر تستحملهم ولا لا. طيب ماشي يلا، بدي اتناول التفاحه الذهبيه هاي. خلي الباب مفتوح بلاش يكون قوي اقدر اهرب. اوف ما هذا هو التحدي، بس خلص ماشي بدي اسهل لك اياها. يلا زي هيك هي، هذا سكريم والله. يلا خلينا نشوف مين بتقدر عليه ولا لا. يلا هنا قتلته. هلا الوحش الثاني ايه شو اختفوا. اختفوا هو هذول، هي الوحش الشريرة هي الفتاة. يلا اقتلها اقتلها، حاول هي بتختفي يعني. نعم لا تخاف لا تخاف، هينا عم بضربهم بس هم مخفيات يعني. يلا هي قتلت وحدة، استنى وينهم وينهم، ما عم بشوفهم عم بضربوني. اوف اوف ايوه شد حالك شويه، هي قتلتهم. طيب يلا هلا البيضان الثالثه، خلينا نشوف ايش راح تكون. ايه شو هذه البيضان؟ ايه موت ولك موت. هذا اسمه هاليبال، هاليبال نكتار. يلا هي قتلته، يا سلام حلو كثير والله. يلا حط الباقي هذا الدكتور الشرير، دير بالك تكثر منه هذا قوي. ولك لا تخاف لا تخاف، انا اقوى منهم كلياتهم. يلا موتوا موتوا، تعال لهون خذ لك هيك. ولك ساعدني يا بابا ساعدني. شو ساعد فيك؟ هذا التحدي لك انت لحالك. يلا خلينا نشوف هل بيقدر عليهم ولا لا. طلع حاله جوا، خلاهم برا هذا الغبي. لا ولك مش غبي، هاي خطه ذكيه، طلع كيف بضربهم وما بيقدروا يضربوني، هذا الذكاء. والله كلامك صحيح يعني ممكن والله. طيب يلا خلينا نشوف تقدر تقتلهم كلياتهم ولا لا. طلع هاي كلياتهم قتلتهم بكل سهوله لانه انا الطفل الجار الشرير. والله عن جد والله هيك طلعت انت قوي وبتستحق تطلع من السجن. ويحيى الجار الشرير اقوى شرير بالعالم، ودير بالكو انا اذا ما بتحطوا اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات راح اطلع لكم بالليل من تحت السرير زي هيك، وراح انا اخطفكم واحطكم داخل منزلي. نعم بدي كل واحد بيشوف الفيديو حاليا يضغط لايك ويشترك بالقناه لحتى نوصل هذه القناه الى 100 ألف مشترك. ويلا مع السلامه. مع السلامه.